نحاول يعني نختصر على قدر الامكان. انا عارف اليوم كان طويل وفي طبعا معلومات كتيره قوي بصراحه مفيده قوي النهارده، وبنشكر الدكتور محمد القرش على التنظيم الجميل ودكتور شريف على التنظيم الجميل للمؤتمر. احنا هنتكلم عن البلانو فالجس او الفلات فوت في السيريبرال بولسي. الحقيقه الموضوع بتاع السيريبرال بولسي البلانو فالجس فيه العمليات اللي فيه كتير جدا، يعني فيه ابروتشز كتير جدا، ويمكن حتى في دلوقتي كذا رساله معانا عن القصص بتاعت العمليات والكوركشن بتاعت البلانو فالجس فيت، وكلها الريزلت بتاعتها بتجيب برضو نتائج كويسه قوي. لكن عشان نقدر ان احنا نحصر كل العمليات او كل التكنيكس اللي ممكن تتعمل في السريبرال بولسي الفلات فوت او البلانو فالجس هتبقى فيري ديفيكالت شويه، بس احنا هنحاول نستعين بالالجوريزم محطوط ومنشور في مجلات كبيره، والالجوريزم اللي احنا بنحاول ان احنا نحطه في عين شمس، وربنا يسهل كده ويعني الموضوع يبقى واضح. احنا بالنسبه للديفورميتي بتاعت الفلات فوت في السيريبرال بولسي بيبقى السبب الرئيسي بتاعها في البدايه هو المسل امبالانس. كلنا عارفين ان هو في السلكتيفيتي اوف هايبرتونيا اللي بتبقى موجوده في السيريبرال بولسي بتافكت جروب اوف ماسلز وسبير انذر جروب او الانتاجونست ماسل. الجروب اللي هو بيبقى افكتد او اللي بيبقى فيه الهايبرتونيا هو اللي بيبقى واخد الابر هاند، فيبتدي يعمل الديفورميتي ناحيه الماسلز اللي فيها الهايبرتونيا او اللي هي واخد الابر هاند فيها. خاصة ان احنا بنشتغل على سكيليتال اماتيور فوت، يعني لسه فليكسبل او بلايبل فوت. بعد شويه بتبتدي الفليكسبل فلات فوت ديت ممكن على اللونج تيرم او اللونج ران يبتدي تقلب معانا بفيكسد ديفورمتي. التيلس عندنا بتبقى امبلانتر فليكشن، النافيكولر بون بتبقى ابدكتد ودورس فليكسد على الهيد اوف بلانتر فليكسد تيلس، وديت هي المين كوز اوف ديفورمتي او الكي بتاع الديفورمتي في الفلات فوت اللي احنا دايما بنقول هي التيلس، لان التيلس اللي بتبقى فيها بلانتر فليكشن هي اللي بتبقى البروميننت بون، وهي اللي بتبقى عامله لوس للميديا لونجيتيودين الارش، وهي اللي بتبقى عامله لنا الفلات فوت او الروكر بوتوم ديفورمتي بتاعت الفلات فوت. الكالكينيس بتبقى في فالجس وايفيرجن واكواينس. يبقى احنا عندنا في ايفيرجن في السب تيلر جوينت ديورنج الويت بيرنج، الكالكينيس ان فالجس ديفورمتي وايفيرجن واكواينس، عندنا في ميد فوت بريكج او اللي هو بنقول عليه لوس اوف ميديا لونجيتيودينال ارش، وريلاتيفلي بيبقى عندنا شورتر لاترال كولم كومبيرت للميديا كولم، يعني عكس مثلا حالات اللي كان فيها دكتور محمد فاضل وكده الحالات الكيفس او الكيس كيفس، ان هو ممكن نلاقي العكس بيبقى فيه شورت ميديا ارش او الميديا كولم هو اللي بيبقى شورت واللاترال كولم بيبقى هو الاوفر لينث. في الفلات فوت بيبقى العكس، عندنا شورتر لاترال كولم بالنسبه لو قارناها بالميديال كولوم اللي احنا بنقول عليها تو ميني تو ساين، يعني احنا لو بصينا على البيشنت فروم بيهايند بنحس ان عنده صوابع كتير اللي هي تو ميني تو ساين اللي بتبقى موجوده في حالات البلانو فالجس فيت. بيبقى برضو معاه كومبنساتري سوباينيتد فور فوت ان ريليشن تو هايند فوت، برضو النقطه دي بتهمنا كتير قوي، لان احنا ممكن بعد ما بنعمل كوركشن لحالات البلانو فالجس نلاقي ان السوباينيشن اوف فور فوت زادت، فبرضو ممكن ان احنا نعمل سكندري اوستيوتومي او نعمل اوستيوتومي تاني في الفور فوت او في البيك تو عشان نحسن السوباينيشن والبوينت اوف كونتاكت او البلانتي جريد فوت تبقى كونتين. بيبقى طبعا معانا كونتراكشن في الدنتو اكيلس واللاترال ماسل او البرونيال ماسل. ان احنا نفهم الديفورميتي دي كلها دي هتفرق معانا بعد كده في السلكشن للجراحه اللي ممكن نعملها او الوسيله اللي احنا ممكن نكوركت بيها الديفورميتي اللي موجوده. الديفورميتي زي ما قلنا في الاول خالص بتبقى فليكسبل لغايه ما بنوصل لسن الادوليسنت ممكن ان هي تبقى فيكسد بوني ديفورميتي، وبالتالي احنا ممكن نشتغل على السوفت تيشو في المرحله اللي هي لسه الفوت او الديفورميتي بتاعت الفوت فليكسبل، لكن لما بنوصل لمرحله البوني ديفورميتي يبقى احنا في الاغلب هنحتاج او هنضطر اللي هي الريجيد ديفورميتي ان احنا نعمل بوني كوركشن باي اوستيوتو. ده شكل اللي هو اللوس اوف ميديا لونجيتيودينال ارش او اللي هو خلاص ما بقاش عندنا ميديا لونجيتيودينال ارش، الاول بيبقى فلات بعد شويه يبتدي يبقى ريفرس او اللي هو بنقول عليه زي روكر بوتوم ديفورميتي اللي هو الميد فوت بريكج. ودايما بنقول ان هو ساعات ممكن نلاقي الميد فوت بريكج وبنلاقي ان الكالكينيس في اكواينس. ليه؟ لان هو ممكن نتيجه الكونتراكشرز اللي موجود في التندو اكيلس او ان التشايلد بدا يكبر بدا يجرو اب
فبدا الويت بتاعه يعمل لنا ميد فوت بريكج، فبنلاقي ان هو بدا يبقى فيه كوينس وفي كونتراكشر في التندو اكيلس وفي لوس للميديا لونجيتودينال ارش والبروميننت تيلر هيد هي اللي بتبقى موجوده في الارش. طبعا لما بتبص عليه من ورا بيبان لنا الهيل فالجس، الفالجس هيل اللي موجود. ايه البروبلم اللي بتبقى موجوده في عيانين البلانو فالجس في عيانين السي بي؟ اول حاجه طبعا الديفورميتي اللي هي البلانو فالجس اللي موجوده، اللي ممكن بعد شويه نتيجه البروميننت تيلر هيد اللي موجوده عند الميديا الارش او في الميد فوت يبتدي تعمل لنا بين مع الويت بير، لان احنا عندنا في ميكانكس المفروض ان احنا بنبقى ماشيين عليه على البلانت جريد فوت الطبيعيه. لما نبتدي يبقى في ديستربد للميكانكس ديت، ان بقى عندنا في التحميل او الويت بيرنج ما بقاش على البوينت اللي ربنا خليها اللي هي الفيرست والفيفث مزدرس اللي هي ترايبود فينومينا، بقى دلوقتي الويت بيرنج كله نازل اكتر على الميديال ارش وعلى التيلر هيد، طبيعي ان هو هيبقى فيه بين مع الويت بيرنج ومع الجيت. البين ده بعد شويه ممكن ان احنا نلاقي التراتيف او في التريشن تبتدي تحصل على الهيد اوف ذا تيلز. برضه بيحصل لنا ليفر ارم ديسفانكشن، اللي هو الانرجي اكسبنديتشر او المجهود المبذول ان الطفل ده يبتدي يتحرك او يمشي اعلى من الطبيعي نتيجه الديفورميتي ونتيجه البين. يبقى احنا عندنا ممكن نتيجه الديفورميتي يحصل التراتيف ليجنز بيكوز اوف بروميننت تيلر هيد، جيت ديستربنس ريزلت فروم ريديوسبل تيلو نافيكولار جوينت سبلكسيشن، وزي ما قلنا الليفر ارم ديسفانكشن او الانرجي اكسبنديتشر ديورنج الامبيوليشن هتبقى عاليه جدا. الديسيجن ميكنج دايما لما نيجي نحط ديسيجن ميكنج في اي ديفورميتي لازم يبقى فيه بارامترز. البارامترز دي اللي بتحدد لنا السيفيريتي بتاعه البلانو فالجس اللي موجوده، وهتحدد لنا كمان يعني هاو تو سيلكت السيرجري اللي هي ممكن تبقى مناسبه للديجري بتاعه البلانو فالجس الموجوده دي. البارامتر ديت اول حاجه الامبيولاتوري ليفل بتاع التشايلد. اشهر يعني بارامتر بيقيس بيه الامبيولاتوري ليفل في عيانين السيريبرال بولسي اللي هو الجروس موتور فانكشن كلاسيفيكيشن سيستم، تمام، نشوف هل هو امبيلنت ولا نون امبيلنت. تاني حاجه السيفيريتي، زي ما هنشوف برضو احنا ممكن تبقى السيفيريتي دي مايلد او مودريت او سيفير. الديفورميتي هل هي ستيل فليكسبل ولا بدات تبقى ريجيد او ستيف ديفورميتي. كلينيكالي الهيل فالجس اللي موجود عند العيان ده قد ايه. وفي راديولوجيكال بارامتر برضو اشهرها في حالات البلانو فالجس ان احنا بنقيس التيلو فيرست متارسال انجل والانكفرد او البروميننت هيد تيلس والكالكينيان بيتش انجل. واخيرا طبعا التون، يعني لازم برضو نميز السيريبرال بولسي ده التايب بتاعه من ناحيه النيورولوجيكال كلاسيفيكيشن او اللي هو الفانكشنال كلاسيفيكيشن، هل هو بنتكلم في هايبرتونيا او ديستونيا او ميكسد او اتاكسيك او هايبوتونيا. برضو التايب اوف سيريبرال بولسي ده هيفرق كتير قوي معانا في الديسيجن ميكنج من ناحيه الفوت ديفورميتي اللي موجود. الامبيولاتوري ليفل طبعا جروس موتور فانكشن كلاسيفيكيشن من 1 تو 5، في بعض الموديفيكيشن وفي بعض الانتقادات للكلاسيفيكيشن ديت، بس ستيل هي الموست بوبولار ان احنا عندنا جروس موتور 1 ان هو بيتحرك ممكن يعمل اكتيفيتي، جروس موتور 2 ووكينج ان سبورتد لكن الاكتيفيتي ما بيقدرش يعملها، جروس موتور 3 اللي هو بيبقى ووكينج بس باسيستيف ديفايس، 4 نون امبيلنت و5 نون امبيلنت وما فيش هيد كنترول. الامبيلنت احنا بنتكلم ان هو ده ممكن نمشي اكتر مع الاوستيوتومي ان احنا نعمل كوركشن باي الاوستيوتومي، لكن النون امبيلنت معظم البيبر برضو زي ما هنشوف ماشي اكتر مع الفيوجن او ان احنا نعمل ارثروديسيس للسبتيلر جوينت. البارامتر الثاني اللي هو السيفيريتي اوف ديفورميتي، تمام، برضو دي بتعتمد على كلينيكالي البيشنت اللي هي الفالجس بتاعه قد ايه، اللوس اوف ميديا لونجيتودينال ارش قد ايه، هل هو ستيل موجود ولا بدا يبقى فلات ولا بدا يبقى ريفرس وبيعمل روكر بوتوم ديفورميتي، تمام، البروميننت تيلر هيد ديت قد ايه، وهل بدا تعمل له ulcerative changes مع الووكينج ولا لا. في الحالات المايلد او المودريت احنا ممكن بنتكلم في حاجات زي الاورثوزيس ان احنا نعمل زي ايفو انكل فود اورثوزيس مع ان احنا بنحط زي فوت انسول للفلات فوت، او نعمل ماينور بروسيدور زي الاكسترا ارتيكولار سبتيلر فيوجن اللي هي الجرايز جرين، او ممكن نعمل اوستيوتومي في الهايند فوت والميد فوت سواء كانت سنجل اوستيوتومي او دبل كالكينيال اوستيوتومي. لما بنيجي في الحالات اللي هي بتبقى مور سيفير الحالات المور سيفير بنتكلم ان هو ممكن الدبل كالكينيال اوستيوتومي او برضو ان احنا في الفكره بتاعت الفيوجن.
البارامتر الثالث اللي احنا بنقول عليه ان هو دايما بنستخدم الستاندنج اكس راي، يعني لما بنتكلم في الفوت الافضل ان هو يبقى ستاندنج برين اكس راي اللي هي الاي بي واللاترال. في اللاترال فيو بنشوف التيلس فيرست ميتاتارسال انجل اللي هي النورمال بتبقى من 0 ل 15، بنشوف الكالكينيان بيتش انجل اللي هي برضو ممكن لغايه اب تو 30. في حالات الفلات فوت او البلانو بالجس هنلاقي ان التيلو فيرست ميتاتارسال انجل دي هتزيد والكالكين بيتش انجل هتقل. في الحالات السيفير قوي اللي بيبقى فيه اكواينس ممكن نلاقي انها بدات تبقى بالنيجاتيف بالنسبه للكالكينيال بيتش انجل. ده هنا التيلس فيرست ميتاتارسال انجل والكالكينيال بيتش انجل هنا بقت ريفرسد يعني بدات تبقى بالنيجاتيف. في الاي بي فيو بنشوف اللي هو الانكفرد هيت تيلس او اللي بنقول عليها التيلو نافيكولار كفرج انجل. احنا المفروض ان بيبقى عندنا لو خدنا 2 بوينتس من النافيكولار بون اللي هو هنا كده تمام، وخدنا اللاين الاولاني وخدنا بعد كده ال2 بوينت اوف ذا هيد واللاين الثاني، المفروض البربنديكولار ما بين التو لاينز دول بيبقى من 0 ل 3 درجات. في حالات اللي هو يبتدي يبقى في عندنا بلانو فالجس ويبقى في عندنا برومينانت هيد اوف ذا تيلس وتبقى انكفرد هيد اوف تيلس بالمنظر ده، بنلاقي ان الانجل هنا بتزيد جدا ممكن توصل ل 30 و40 زي برضو المنظر هنا كده اللي هو بدا يبقى عندنا فيه انكفرد هيد اوف ذا تيلس، يعني بدا الهيد اوف ذا تيلس تبقى انكفرد باي نافيكولار بون وهي دي اللي بتخلي فيه برومينانت هيد اوف تيلس وتعمل لنا لوس للون جديدي للقرش. بالنسبه للموضوع بتاع التون برضو ان احنا كل ما نبقى اللي هو التايب الموست كومن اللي هو السباستيك تايب ده ممكن يخلينا نبقى اكتر ناحيه الكونزرفاتيف مانجمنت او الاوستيوتوميز، لكن كل ما بنخش في الانواع الثانيه اللي بيبقى فيها ديستونيا او ديسكاينيزيا بيبقى الاوبشن بتاع الفيوجن هو المور كومن لان بيبقى الانكسبكتد اوت كم من الاوستيوتومي بتبقى عاليه جدا وبتبقى السيفيريتي اوف ذا ديزيز برضو بتبقى عاليه جدا في حالات الديستونيا او الانواع الاخرى اللي هي غير السباستيك تايب. يبقى احنا عندنا لو بنتكلم في اللي هم الامبيولاتري الجروس موتور 1 و 2 و 3 الحالات الفليكسبل فلات فوت وبالذات في الحالات المايلد واليونج ايج بنعمل اللي هي البروسيدور اللي هي الصغيره او السمبل بروسيدور زي الاكسترا ارتيكولار سب تيلر فيوجن الجرايز جرين بروسيدور. طبعا هي الاشهر ان احنا بناخد البون جرافت من الفيبلا وبنفتح دايركت على الساينس ترسال وبنعمل ديكورتيكيشن للابر بارت بتاع الكالكينيوس واللور بارت اوف ذا تيلس وبنحط الفيبلا في الساينس ترساي وبنعمل كوركشن للبلانو فالجاس على حسب الديجري اللي احنا عايزينها وبنحط ريد جريد واير من الكالكينيوس للجرافت للتيلس. الحالات اللي هي بتبقى الامبيولاتري بس السيفيريتي بتاعتها اعلى شويه اللي هما بيبقوا المودريت او يعني مودريت وبالذات برضه في السباستيك تايب مش التستونيك تايب بنعمل لهم حاجه اسمها دبل كالكينيال اوستيوتومي. الدبل كالكينيال اوستيوتومي موصوفه كتير قوي في الليتريتشر بتاعه الفوت والانكل لكن يمكن تطبيقها على السريبرال بولسي ما كانش موجود قوي. احنا كنا عاملين فيه بيبر مقدمينها اللي هو كنا عاملين على 16 بيشنت 24 سيمتوماتيك بلانو فالجاس فيت في حالات السباستيك دايبريجيك سي بي واستخدمناها من 6 ل 16 سنه يعني الافرج حوالي 10 سنين وكان الفولو اب بتاعها لغايه 3 سنين. كلهم كانوا امبولنت اللي هم جروس موتور 1 و 2 و 3 والمودريت تايب والسباستيك سريبرال بولسي يعني كان في الاكسكلوجن كرايتيريا بتاعتنا اللي هم النون امبولنت جروس موتور 4 و 5 والديستونيك تايب. ديت بنفتح فيها دبل انسيجن البوسيرور انسيجن اللي هو بيتعمل منه الكالكينيال سلايدنج اوستيوتومي المشهور جدا ان احنا بنعمل هنا ميديال سلايدنج او ميديال ترانسليشن كالكينيال اوستيوتومي بالفيرتيكال انسيجن او اللي هو الدورسال انسيجن ده وبنفتح سيبريت انسيجن دايركت على الساينس ترساي ترانسفيرس انسيجن وبنعمل منه اللي هو اللاترال كولم لينثنج تمام لاترال كولم لينثنج اللي هو الايفانز اوستيوتومي. فهي بتعتبر دبل كالكينيال اوستيوتومي اللي هو الدورسال اوستيوتومي ميديال ترانسليشن كالكينيال اوستيوتومي وانتيريور اوستيوتومي اللي هي لاترال كولم لينثنج. الميزه بتاعه الاوستيوتومي اللي ورا اللي هو بتاع الترانسليشن او الميديال ترانسليشن كالكينيال اوستيوتومي ان ده بيصلح لنا الهيل فالجاس. اما الاوستيوتومي الانتيريور اللي هو بتاع اللاترال كولم لينثنج او الايفانز اوستيوتومي ده بيصلح لنا الفور فوت ابدكشن. في حالات كتير قوي ممكن ان احنا ما نحتاجش نعمل فيها الدبل كالكينيال اوستيوتومي ونعمل اوستيوتومي واحده، يعني برضو زي ما قلنا ان الموضوع بيبقى تفصيلي على حسب البيشنت وعلى حسب الديجري اوف ديفورميتي. فلو المين ديفورميتي هي الهيل فالجاس ممكن نكتفي بالميديال ترانسليشن كالكينيال اوستيوتومي، ولو كان المين ديفورميتي الفور فوت ابدكشن ممكن نعمل لاترال كولم لينثنج.
في الحالات المودريت زي ما كاتبين اللي هي المودريت سيفيريتي دي بيبقى فيها الاثنين اللي هو الهيل فالجس وبيبقى معاها الفور فوت ادكشن، فبنحتاج نعمل الدبل كالكين الاستيوتومي عشان نصلح بيها الهيل فالجس وعشان نصلح بيها الفور فوت ادكشن. ده هنا الاي بي فيو، ده طبعا ده بيبين لنا الايفانز او اللاترال كولم لينثنج ان احنا بنستخدم الاستيوتومي او بنحط الجرافت زي ما موصوف اللي هو بيبقى 2 سم تقريبا من الكالكينيو كيوبويد جوينت، يعني بروكسيمال الكالكينيو كيوبويد جوينت بحوالي 2 سم، وبنعمل اللاترال كولم لينثنج سواء كان الارتفيشال جرافت او كنا بنحط الفيبرال جرافت. الحالات المودريت والسيفير موستلي بيبقى معاها تيبيالس بوستيريور انسفيشنسي، بيبقى فيه اوفر لينث التيبيالس بوستيريور، وده بيبقى من ضمن الاسباب الكتير قوي ان هي بتعمل لنا ريكارنس للبلانو فالجاس في الحالات اللي هي المودريت او السيفير بعد ما بيتعمل اوستيوتومي الون. فكتير جدا ان احنا بنحتاج في الحالات ديت نعمل معاها تيبيالس بوستيريور ادفانسمنت، اللي هو التكنيك اللي بنعمله اللي هو سبليت تيبيالس بوستيريور ادفانسمنت، ان احنا بناخد نص التيبيالس بوستيريور وبنعمل بيه الادفانسمنت عشان نرجع برده الميديا لونجيتودين الارش ونحافظ ان هو ما يحصلش ريكارنس. ده البري والبوست. لو بصينا على البارامتر بتاعتنا اللاترال التيلو كريستا متاتارسال انجل الكالكينيال بيتش انجل اتحسنت كتير قوي. كنا في الاول ساعات بنستخدم الاستيبل او الدبابيس ان احنا نثبت بيها اللاترال كولم لينثنج او الايفانز اوستيوتومي، بس بعد كده طبعا الانهرنت ستابيليتي بتبقى عاليه قوي، ما بنحتاجش ان احنا نثبت الانتيريور اوستيوتومي، بنثبت الدورسال اوستيوتومي فقط. في الحالات الامبيولاتري او السيفير او الحالات اللي هي نون امبيولاتري اللي هي ممكن تبقى جريد 4 او 5 او في الحالات الديستونيك، دول بيبقى الافضل ليهم ان يتعمل الفيوجن، الانكل فيوجن اللي هو الانترا ارتيكولار فيوجن زي اللي هو السب تيلر انكل فيوجن وفيكسيشن باي سكروز. في حالات تانية ممكن تبقى مور سيفير وبالذات اللي هي بيبقى معاها اوفر لينث التند واكيلس، ودي بتبقى من الحاجات اللي هي الميزرابل وبيبقى التريتمنت بتاعها فيري ديفيكلت، اللي هي بيبقى فيها اوفر لينثنج وسيفير كراوتش جيت نتيجه الاوفر لينثنج تند واكيلس، وبيبقى البيشنت ماشي تقريبا على الميديال مالولس وبدا يحصل ارثريتيك تشينج في الانكل والسب تيلر. ففي الحالات اللي زي كده ممكن ان احنا نحتاج نعمل فيوجن للاثنين للانكل والسب تيلر جوينت. من ضمن الحاجات اللي بنستخدمها كتير قوي اللي هو الريتروجريد نين، ان هو مزايا ان هو طبعا الويت بيرنج بتاعه ايرلي ريكرنس ريت بيبقى معاه اقل، فبنعمل فيوجن للانكل والسب تيلر جوينت باي ريتروجريد نين. ده الالجوريثم اللي هو منشور في الجورنال اوف تشيلدرن اورثوبيديك. بنتكلم على البلانو فالجس فود ديفورميتي اللي هي عامله مشاكل زي الجيت بروبلم زي ما قلنا ليفر ارم ديسفانكشن، وفي نفس الوقت مسببه لنا بين بسبب البروميننت تيلر هيد وبدات ممكن تعمل لي السرتيف تشينجز فيها في امبيولاتري تشايلد، يعني دي برده موصوفه على الامبيولاتري تشايلد اللي هم جروس موتور برده 1 و2 و3. لو هو جود امبلنت مايلد ديفورميتي بيعملوا لها لاترال كولم لينثنج او لاترال كالكيلي لينثنج للايفانز اوستيوتومي. المودريت تو سيفير بيخش على طول على السب تيلر فيوجن، يعني هم ما عندهمش وسط في الموضوع ده شويه، هم المايل بيعملوا ايفانز، السيفير بيعملوها معامله النون امبيلنت فبيعملوا لها السب تيلر فيوجن مباشره. لكن هو الحقيقه بيبقى فيه مجموعه كبيره جدا من البيشنت في النص ما بين الاثنين دول، ما بين اللي هي الحالات المايلد، يعني احنا هنا ما اتكلمناش قوي على المودريت امبيلنت تمام، او على المايلد نون امبيلنت. هو هنا اتكلم ان هو المايلد امبيلنت هيعملوا لاترال كولم لينثم باي ايفنتس، والمودريت او سيفير امبيلنت او النون امبيلنت هيخش على طول على السب تيلر فيوجن. وممكن يوجمنت احنا خلاص اخر سلايد وممكن يوجمنت الكلام ده كله زي لو في فور فوت سوباينيشن هيعمل لها اوستيوتومي او في اي حاجه ثانيه يعمل لها اوستيوتومي. احنا الموديفيكيشن اللي عملناه او الالجوريثم اللي كنا عاملينه باي موديفيكيشن ليها ان بنتكلم في البلانو فالجاس فود ديفورميتي في حيانين السيريبرال بولسي اللي هم سيمتوماتيك. لو هم كانوا امبيلنت جروس موتور 1 و2 و3 المايل ديجري بنعمل لهم الاكسترا تيلر اكسترا ارتيكولار سب تيلر فيوجن اللي هي الجرايز جرين بروسيدور. الحالات اللي هي بتبقى مودريت بنعمل لهم الدبل كالكينيال اوستيوتومي ويذ او ويزاوت تيبيالس بوستيريور ادفانسمنت. الحالات السيفير امبيلنت او اللي هم ديستونيك تايب دول بنعمل لهم سب تيلر فيوجن. اما الحالات اللي هي النون امبيلاتري اللي هي بتبقى جروس موتور 4 او 5 لو هم مايل ديجري بنكتفي بان احنا نعمل ايفو انكل فوت اورثوزيس او ان الفوت انسول. الحالات المودريت والسيفير بنعمل لهم سواء كان سب تيلر فيوجن زي ما قلنا او سب تيلر وانكل فيوجن باي نيل. ثانك يو. Good to see you, sir.